نهار الغد بالنسبة للأيام القليلة القادمة نستهلها بيوم الجمعة. اضطراب جوي مرفوق بأمطار سيتواصل على الولايات الشمالية للوطن، بالرغم من هذا ستظهر بعض الفترات من الصفاء على الولايات الوسطى. هبوب رياح قوية نسبيا على السواحل الشرقية والغربية. الأمطار ستمتد إلى شمال الصحراء منطقة الواحات. درجات الحرارة القصوى لن تتعدى 20. بالنسبة للمناطق الشمالية من 20 درجة بشمال الصحراء، 34 بأقصى الجنوب الجزائري. يوم السبت بحول الله الاضطراب الجوي سيتواصل بشمال الوطن مع تساقط للثلوج على قمم المرتفعات الداخلية الشرقية. الأمطار ستمتد احتمال تكون أراعدية بمنطقة الواحات. درجات الحرارة القصوى تبقى في استقرار. بداية الأسبوع القادم بحول الله زوال الاضطراب الجوي كلية بالمناطق الغربية مع رياح قوية نسبيا على السواحل الشرقية والغربية. الأمطار ستتواصل فيما يخص الولايات الوسطى. الأجواء غائمة جزئيا بالشرق الجزائري، شمال الصحراء، منطقة الواحات. درجات الحرارة القصوى عموما تبقى في استقرار.